السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الأخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يطلع على التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمطار الريان. الأجهزة الأمنية تضبط خلية إرهابية في مديرية غيث باوزير. توتر أمني بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الشرعية. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فريد سالمين البحسني اليوم قرارا قضى بتكليف الأخ خالد عمر خميس بن حترش مديرا عاما لشركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت. اطلع محافظ حضرموت اللواء الركن فريد سالمين البحسني على التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمطار الريان الدولي واستئناف الرحلات الجوية وافتتاح الصالات الخارجية الجديدة بالمطار. كما اطلع المحافظ على التحضيرات لاستقبال أول رحلة خارجية قادمة من القاهرة يوم غد الأربعاء، وشدد المحافظ على ضرورة التجهيز الجيد لتدشين العمل في مطار الريان وافتتاح الصالات الجديدة التي أنشئت بمواصفات عالية وحديثة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، موجها الجهات العاملة في المطار بتسهيل إجراءات وصول المسافرين والتعامل الراقي مع الركاب المسافرين والواصلين عبر المطار. في سياق آخر، اطلع محافظ حضرموت على التجهيزات الأخيرة لإنجاز مسرح حضرموت الواقع بديوان المحافظة بمدينة المكلا، وتفقد المحافظ اللمسات الأخيرة لتجهيز المسرح وتزويده بالتجهيزات الفنية، مشددا على سرعة إنجازه الذي سيستضيف فيه مهرجان المسرح الوطني في دورته الثانية، والتي من المقرر أن تستضيفها المكلا مطلع شهر يناير القادم. هذا ويستوعب مسرح حضرموت 400 شخص ويتكون من طابقين وشاشة عرض سينمائية إلكترونية حديثة سيتم تركيبها بالمسرح للمرة الأولى في المسارح الوطنية. كما رأس محافظ حضرموت بميناء المكلا اجتماعا موسعا لمناقشة أوضاع الميناء وسبل الدفع بتحسين وتطوير العمل بالميناء. وأكد المحافظ أهمية ميناء المكلا بوصفه واجهة مهمة للمحافظة وأحد المرافق المهمة التي تدير العجلة الاقتصادية في المحافظة والوطن، مشيدا بالنجاحات التي حققها الميناء خلال الثلاثة الأعوام الماضية في تأمين عدة محافظات، وأعلن عن مشاريع توسعة وأجهزة حديثة ستدخل الخدمة بالميناء قريبا. وأشار رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير إلى أن الميناء يستقبل في العام 28,000 حاوية وحقق أرباحا كبيرة، وأن رافعات ثقيلة وقاطرتين ستصل الميناء قريبا وستسهم في إعطاء دفعة في مجال نقل الحاويات ومعدات أخرى ودورات تأهيلية لموظفي الميناء. وفي ذات السياق، وصلت إلى أرصفة ميناء المكلا الشحنة الثالثة والأخيرة من الآليات الجديدة المخصصة لأعمال شحن وتفريغ الحاويات بالميناء. وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير أن الشاحنات الثلاث تحوي أجزاء من رافعات شوكية 45 طن ورافعة ريتشتيكر 45 طن مخصصتين لمناولة الحاويات وقاطرتين صناعة ومقطورتين لنقل الحاويات، مشيرا إلى أن التمويل للشاحنات ذاتي عبر مؤسسة المواني. وقال باسمير أن المؤسسة في انتظار خبير إيطالي وطاقم متخصص من الشركة لتركيب الآليات وتدريب عمال التشغيل والصيانة بالميناء، ومن المقرر دخول الآليات للخدمة في نهاية ديسمبر. ضبطت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة البحث الجنائي خلية إرهابية في مديرية غيث باوزير مكونة من 4 أشخاص بينهم امرأتان
في عملية استهداف جديدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مديريات ساحل حضرموت. وكاميرا قناة المكلا كان لها السبق في تغطية الحدث. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. الحرب على الإرهاب لا زالت مستمرة، كلمات حولها رجال الأمن والنخبة إلى وقائع على الأرض من خلال اكتشاف العبوات الناسفة التي تزرعها تلك العناصر الإرهابية وإبطال مفعولها. منذ تولينا للبلاغ حول واقعة التفجير بمديرية غير بوزير بجوار معسكر كوارتز، تم الانتقال السريع إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة من المعاينة بصحبة الأدلة الجنائية، كذا بصحبة فريق مكافحة الألغام، وتم التعامل مع مسرح الجريمة. وبالفعل كان في عبوتين آخرتين موجودة وتم التعامل معها من قبل الفريق المختص. من جديد تؤكد الأجهزة الأمنية جاهزيتها للسيطرة على أي أعمال مخلة بالأمن والاستقرار، ليبقى على المواطنين التعاون معها حتى تنعم حضرموت ويدوم فيها الأمن والأمان. لقناة المكلا محسن بلبحيث. نظمت مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي مدى ورشة العمل السابعة في التحقيق في جرائم الفساد بمدينة المكلا، وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في حضرموت وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتستمر الورشة لمدى 3 أيام بهدف مناقشة بعض قضايا الفساد ووضع تعديلات في قوانينها بما يتواكب مع تطورات العصر. وحتى رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري المشاركين إلى التنوع في ظاهرة الفساد من حيث التنظيم والحجم ومن حيث القطاع الذي يمسه ومناقشة قضايا الفساد من كافة جوانبها. وتطرقت الورشة في يومها الأول إلى التوصيف القانوني لجرائم الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بإثبات جريمة الفساد، وكاد دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات الكافية كمرحلة أولى للإحالة للنيابة. وتم خلال الورشة عرض مراحل ضبط واقعة جنائية. افتتح وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت الساحل الأستاذ جمال عبدون عددا من قاعات المختبرات العلمية الحديثة وقاعات الأنشطة اللاصفية بمديريتي المكلا والشحر، حيث تم افتتاح عدد من قاعات المختبرات وصالات الأنشطة المتنوعة بمدرستي الشيخ بافضل وبافقي بمديرية الشحر، وأيضا افتتاح قاعتي مختبر علمي حديث وأنشطة متنوعة بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة بويش بمديرية المكلا. ووجه الوكيل عبدون إلى ضرورة متابعة الجوانب الفنية اليومية للمعلمين والمعلمات وتكثيف المتابعة اليومية لأداء الطلاب داخل حجرات الصف. نظم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت اليوم ورشة عمل لتحليل الوضع الصحي في مديريات ساحل حضرموت بمشاركة مدراء المستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز التخصصية. ويسلط المجتمعون في الورشة التي تستمر لمدى يومين الضوء على أداء الخدمة المقدمة في القطاع الصحي والدور الذي تقدمه المرافق الصحية، وكذلك أبرز المشكلات التي تعرقل سير العمل مع الحلول المقترحة لحل المشكلات. وأكد مدير الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن هذه الورشة أقيمت كضرورة لتحليل الوضع الصحي في المحافظة من أجل التقييم الكامل للقطاع الصحي ورسم السياسات الصحية لتقديم الخدمة الصحية، موضحا أن الورشة ستناقش أوراق العمل المقدمة من المستشفيات الرئيسية ومكاتب الصحة بالمديريات والمراكز التخصصية. وفي سياق منفصل دشن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري الدورة التدريبية للمتطوعين والحملة التوعوية ضد مرض حمى الضنك بالمكلا. وتستهدف الدورة عدد من المتطوعين بأحياء مدينة المكلا، وذلك لتوعية المواطنين عن مسببات حمى الضنك وطرق الوقاية منها. وتستمر الدورة لمدى 10 أيام متتالية
عبر جملة من الأنشطة التوعوية والزيارات المنزلية والتفتيش عن بؤر البعوض والتخلص منها والتوعية في التجمعات السكانية وتفعيل دور التوعية الصحية في المساجد والمنابر وتوزيع المطويات والبوسترات وتفعيل دور الإذاعات المدرسية والمجتمعية بحمى الضنك. التقى رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي بالرياض نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد معين شريم، وناقش اللقاء آفاق العملية السياسية الشاملة التي وفرها نجاح توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية، وعبر الدكتور الخبجي عن التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، كما تم في اللقاء الاتفاق على تكثيف التواصل بين مكتب مبعوث الأمم إلى اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة المقبلة. دفعت قوات الشرعية الموالية لحزب الإصلاح قوة عسكرية قادمة من مأرب إلى محافظة شبوة في محاولة لإفشال اتفاق الرياض، وعقب وصول التعزيزات إلى شبوة دفع المجلس الانتقالي الجنوبي قوات كبيرة إلى قرب مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين التي تسيطر عليها قوات الشرعية منذ أغسطس الماضي. والآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. مشاهدينا الأعزاء هذه كانت تفاصيل نشرتنا الأخبارية، ومجددا نذكركم بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يطلع على التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمطار الريان. الأجهزة الأمنية تضبط خلية إرهابية في مديرية غيل باوزير. توتر أمني بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الشرعية. السادة المشاهدين هذه كانت نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم من قناة المكلا المحلية، نشكركم على حسن المتابعة وحتى الملتقى، في أمان الله.